أما هلأ سلمى بنبقى بعالم الطفل والطفولة، كثير من الأمهات اليوم بتقلك إنه بالسنوات الأولى في صعوبة، أو بالسنة الأولى تحديداً والسنة الثانية للطفل في صعوبة ببداية النطق والكلام. أحياناً الطفل بيعبر يمكن نغمات وأحرف غير مفهومة، ومع الوقت شوي شوي ببلش يتعلم. صحيح نور، وللأسف يمكن بهذا العمر اللي هو أول 4 سنوات ممكن يكون في كتير أخطاء من غير ما تحس الأم أو المحيط اللي حواليها يرسخ هذا النطق الخاطئ ببعض الحروف، لهيك بتكبر المشكلة بدل ما نحن نحاول أنه نسيطر عليها ونصلحها، بنكون عامل مساعد أحياناً بترسيخ هاي المشكلة. لنتعرف على حلول طبعاً الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبها الأهل مع الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة بالنطق عند الأطفال، وكيف ممكن تنحل هاي المشكلة بعمر مبكر. بصرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم أكيد ضيفتنا ولاء الحسن، اختصاصية بعلاج النطق وتقويم الكلام عند الأطفال. يسعد صباحك. صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. دائما بنحكي عن النطق معك وأهمية النطق ومراحل النطق عند الطفل. خلينا نحكي بالبداية، كثير من الأمهات بتخاف أول شيء، بتقول لك يمكن بعض الأحرف ما عم تطلع مع الولد، ما عم يقدر يعبر، بتخاف يكون عنده مشاكل بالنطق. بس خلينا نحكي شو هو السبب الأول للطفل لبعض الأحرف اللي ما بيقدر يعني يلفظها بشكل صحيح. نحن بنعرف يمكن أحرف اللغة العربية في أحرف ثقيلة أساساً، هيك اسمها أساساً لغة الضاد. تمام. هلأ بالنسبة لموضوع النطق، نحن بالبداية دائماً بكلنا بالحلقات الماضية عم نحكي عن اللغة، اليوم تخصصنا أكثر نحكي عن النطق يلي هي اللي متأثر على مفهومية كلام الطفل. ولما بدنا بلش الطفل يتواصل معنا بنلاحظ أنه عنده خلل بمفهومية الكلام وإنتاجه لهدول الكلمات والأصوات اللي هو بيحكيهم. فإذا بدنا نحكي من البداية شو هو، كيف تصير آلية النطق أو عملية النطق، نحن نحكي بالزفير يعني بالهواء، فهي بتبلش من أثناء عملية كيف نحن نتنفس، ناخذ الهواء من الرئتين لنبلش نطلعها للحنجرة وللأحبال الصوتية وتبلش تمرق بأعضاء النطق. هلأ دائما لازم يكون لحتى تمر ويطلع نطق سليم لازم يكون عنا أعضاء نطق سليمة. فلما بنشوف طفل عنده مثلا أصوات ما أنا مفهومة، نحن هون دغري بدنا نشوف إنه هو الطفل يا ترى الجهاز النطق عنده سليم من لسان، من حركة اللسان، كمان عنا الشفاه، كمان الفك والأسنان، كلياتهم هدول هن أعضاء النطق فيها سلامة ولا لا. هون بيكون بعملية التقييم نحن بنعمل فحص لجهاز النطق كله لنتأكد إنه عم يؤدي الوظيفة، لأنه لما بنقول عندنا مشكلة نطقية بنعرف إنه هون الطفل عنده أداء النطق في خلل، مثلا مثل صوت مثلا التاء، فهو بده انه الطفل يعرف كيف بده يحط لسانه خلف الاسنان ليبلش يصدر صوت التاء. تمام. فاذا الطفل حتى ما عنده الطريقه او كيفيه انتاج هذا الصوت فهو حيتاثر وحيكون عنده خلل بنطقه. هي في حال نحن تاكدنا انه هو الطفل مثلا ما عنده اي مشاكل من ناحيه جهاز عضلات النطق كلياتها سليمه بتكون. فاذا بدنا نحكي عن الاسباب، بالنسبة للأسباب عنا أسباب عضوية يلي هو سلامة أعضاء النطق في حال كان في عنا خلل مثل انشقاق سقف الحلق، أو عنا الشفة الأرنبية، أو مثلا عنا كبر حجم اللسان، هذا كله بتأثر على الأصوات، حتى إذا ما في اكتمال بالأسنان تتأثر الأصوات مثل السين وغيرها. فلازم يكون عنا جهاز النطق سليم ليعطي أصوات سليمة. إذا كان عنا مشكلة سمعية كمان بتأثر على الأصوات والنطق، هي كمان إذا سبب عضوي. هلا إذا نحكي عن الأسباب الوظيفية واللي هي اللي بنشوفها بالحالات عادة، إنه بيكون الطفل كل شيء عنده سليم ولكن تخزينه للصوت في خلل، اكتسابه للصوت ما كان بطريقه صح من البيئه، هي نحن بنسميها اسباب بيئيه، يعني انه الام مثلا بتشوف ابنها عم يحكي بطريقه معينه بكلمات فهي ما بتعالج له نطق الصوت، فبتكون ممكن مبسوطه انه بطريقه اللي هي وهو حكى فيها فهي عززت الخطا عنده وما تعلم. وهذا اللي عم نحكي عنه بالبدايه اليوم. تمام. اللي هو انه ممكن المحيط يكون هو المساهم بهي الاخطاء بالنطق. ايه. اللي هي مثل الدلع مثل غيرها من الامور. وهون بدي اسالك ايمتى المفروض اصلا تبلش الأحرف عند الطفل أو طريقة نطقه للحرف تكون صحيحة وبلش؟ أنا لا يعني سنة سنتين ثلاثة أربعة، شو هلأ نحن من السنتين للأربع سنين في مجموعة أصوات، أو ثلاث سنين مجموعة أصوات بيكتسبها الطفل، بعدين في عنا من الأربع سنين للست سنين كمان في أصوات تانية بيكتسبها، وفي عنا من تقريبا من الست لثمانية في أصوات بيكتسبها الطفل. فنحن لثمان سنين الطفل هو بده يضل عم يكتسب أصوات، بس نحن يعني مفهومية الكلام تبلش تبين على ثلاث سنين والأربعة. يعني المفروض
الطفل يبلش يوضح الكلمات اللي هو عم يحكي فيها. هلا اليوم تجي ام بتقول لك انه انا ابني مثلا ما عم يقول صوت الراء، تمام، هذا الصوت اذا كان الطفل عم نقيمه على عمر 3 سنين فهو لسه ما يعني نتركه مو عمر اكتسابه لهذا الصوت، نتركه للعمر اللي بعده لحتى يبلش يكتسبه. دائما نحن لما الام بدها تحس انه في عندها مشكله بنطق الطفل للاصوات لازم ترجع لعمر الاكتساب، كل صوت امتى بيكون في اصوات بتكون بالبدايه سهله على الطفل هو قادر ينتجها وسهل انه يحكي فيها ويستخدمها، وفي اصوات ثانيه لا هي بتكون اكتسابها لعمر اكثر يعني اكبر لحتى يكون في كفاءه اعلى بجهاز النطق لحتى الطفل يحسن يحكي فيهم. تمام، امتى بيكون بس في خلل؟ لما انا بلاحظ انه الطفل قادر ينتج الصوت بس ما بيحسن يحطه بالكلمات، يعني ما بيحسن يستخدمه. يعني اجى اذا بنجي بنقيم بقول له مثلا قول مثلا صوت الكا، فهو بينتجه بس بقلب الكلمه هو ببدله، فهي اسمها عمليات فونولوجيه. هون نحن حتى العمليات الفونولوجيه الى عمر معين المفروض كمان الطفل بالبدايه بيعملها لحتى يسهل على حاله الكلام، بعد هيك بدها تبلش تتلاشى وتختفي لنعرف انه هو الطفل ما عنده اي مشكله فونولوجيه. اليوم الاطفال بيعملوا عمليات فونولوجيه مثل ابدال الصوت من صوت ببدل صوت بصوت، مثل ما قلنا صوت الكا بقلبه للصوت تا، فهو بدل كاسة بيقول تاسة. هلأ بالفترة الأولى طبيعي بس بعد هيك لازم الطفل يتصلح كلامه، ما نتركه عم نحكي عم يحكي بالطريقة اللي هو عم يحكي فيها. هون نحن نكون عم نعمل وعي فونولوجي للصوت. إذا كانت المشكلة أكبر وما تصلحت هون بيكون نحن عندنا مشكلة إنه الطفل ما عم يعرف موقع الصوت كيف عم يجي، ما عم يعرف مكونات هي الكلمة، فهون بيجي تدخلنا نحن لحتى نعلمه مو بس الإنتاج، حتى يميزه بينه وبين صوت تاني وكيف هو يحسن ينطقه بكل مواضع الكلمة يعني مواقع. أنت خلال حديثك نقطة كتير مهمة إنه في مراحل فينا نقول عند الطفل إن كان من السنتين للأربع سنوات، من أربع سنوات للست سنوات، أو من الستة لثمانية اكتساب الأصوات. لأنه بتقلك مثلاً أول سنتين ثلاثة كان عنده مشكلة وفجأة الطفل انطلق وصار يحكي. خلينا نركز على اكتساب الأصوات بهيدا العمر، لأنه أحياناً الأهل كمان بيحملوا الطفل زيادة إنه ابن جارتي بلش يحكي بالسنة ونص بالسنتين عم ينطق الأحرف الأربع سنين بشكل لفظي. كمان مهارات وقدرات الأطفال تختلف، أنا ما فيني أقيم أكيد هيدا الطفل مثل الطفل أكيد الآخر، لأنه حتى بالبيت بتقلك الأم هذا الطفل كان مختلف عن الطفل اللي أنجبته بالأول. تمام أكيد. بالنسبة هلأ إحنا هذا بنسميه دائما الطفل الأول بيكون نطقه أحسن من إخواته. ليش؟ لأنه هو الموديلينج تبعه هم هو الأب والأم، فهو بياخذ الأصوات الكلامية الصحيحة منهم، فهن دغري بتعلم من الأب والأم، فهن أول نموذج لإلهم. لما بنشوف الأخ الأصغر فهو عم يتعلم من أخوي اللي هلأ عم يحاول مثلا يحكي ولسه ممكن نشوف عنده لسه كل الكلام ما أنه مكتمل فبيقلده. فدائما اللي نحن بنسميه الموديل تبع هذا الشخص الطفل لما بدنا نتعامل معه نحكي بطريقة واضحة وصحيحة لحتى هو يخزن الكلام، حتى لو كانت الأم عم تسمع أن الطفل عم يعمل عمليات فونولوجية عم يغير بطبيعة الكلمة، تمام، هي لازم دائما تقدم له الكلمة الصحيحة. هلأ بالنسبة لموضوع مثل ما قلتي أنه نحن أنه الطفل بالبداية بده يبلش يتعلم الأحرف اللي انتو بتسموها، هي نحن بنسميها أصوات، كيف بده يخزنها؟ امتى بتكون قلت لك عندي الخلل؟ لما بيكون المفهومية. هلأ لو عندي مشكلة نطق بيتعلم الطفل كيف إصدار هذا الصوت وكيف بده يحطه بقلب الكلمة وكيف بده يبلش يعمل منه جملة حتى نخلص. وين الصعوبة الأكثر اللي عم تكون؟ بموضوع الوعي الفونولوجي للصوت. هون اللي عم تكون المشكلة أكبر، وهي اللي عم تتأثر فيها عنا مفهومية الكلام، عم تتأثر اللغة، فمنلاقي الطفل بيحكي بطريقة ما أنا مفهومة أبداً، بيحذف من كلمات اللي بيحكيها، بيضيف كمان كلمات أو بيشوه من الحرف أو الصوت اللي هو عم بيحكي فيه، فهي العمليات هي اللي عم تأثر الخلل، وهي اللي هون الأم بتبلش بتشتكي. هون أنا بعتقد بيكون مشكلة الطفل مع الأم هون العمليات الفونولوجية وكيف نعمل له وعي صوتي أكثر من قصة إنه هو كيف يصدر الصوت. يعني ما بتكون مشكلة نطقية، بتكون مشكلة كيف الوعي الصوتي هون. تمام، بالنسبة للوعي الصوتي هلا نحن لما بنقول إنه الطفل بيكون عنده خلل بتنظيم الحرف بقلب الكلمة، تمام، يعني مثلا لما انا في نحن بنسميها اكثر من عمليه، وكل عمر له عمليات مثل ما قلت لك بتكون طبيعيه بالبدايه وبتصير اذا يعني طلع عن العمر المو طبيعي فهون صارت عندي مشكله. يعني ممكن نعمل شيء اسمه مماثله. شو بيعمل هون الطفل؟ الطفل مثلا خلينا نقول على كلمه ليمون فهو بيقول نيمون، شو عمل؟ تأثر الصوت الأخير من النون وحطه بالصوت الأول، فهو عمل مماثلة، هذا الصوت مثل الصوت الأول فغير، فهي اسمها عملية فونولوجية. أنا هون ما بستهدف إنه هو ما بيقول صوت مثلا اللام أو ما بيقول صوت النون، أنا هون بستهدف العملية كلها، إنه الطفل بس عم يكون عنده هي يعني هي الصفة من الكلام، فهو دائما عم بيتأثر الصوت الأخير مع الصوت الأول أو العكس. كمان بنشوف عنده مثلا الطفل هي بيعملها العملية من السنتين لثلاث سنين إنه بيحذف
من الكلمه، فمثلا مثل كلمه فيل بيحذف المقطع الاخير او الصوت الاخير من الكلمه فبصير بيقول في. فمنلاحظ بالعمليات الفونولوجية عنده طريقة كلامه أنه دائما بالكلمات عم يحذف آخر حرف، تمام؟ فهون استهدافي للعملية نفسها، مو استهدافي لأنه الطفل شو ما عم ينطق هذا الصوت. هون شو مهمة الأم؟ الأم تعمله إبراز سمعي للكلمة كاملة، يعني لما هو قال في وهو قاصد الكلمة فيل، فهي بدها تقول له فيل، فبتعطيه أنه في لسه صوت موجود بقلب الكلمة وأنت ما نطقته. فهون عم نعمل وعي صوتي للطفل. حتى مثلا ممكن نشوف أطفال مثل ما قلت لك عم بيبدلوا، عندهم عملية الفونولوجيا تبديل صوت خلفي بصوت أمامي، مثل صوت الكه هو بيطلع من الخلف فهو عم بيبدله على التا. فأنا مو مشكلتي لأنه إذا بيجي بقيم لاقي الكا بيطلع معه والتا عم يطلع معه، بس لما بيجي بيحكي عم يصير في خطأ بعملية الكلام. فنحن بنشتغل على صفة اللي هو عم يغير فيها من كا لتا، فهو عنده مشاكل بطريقة إنه هو عم يبدل صوت خلفي عم يعمله أمامي. فنحن بنستهدف العملية كلها. فليش دائما نحن بنقول الام بس تشوفي عندك خلل بمفهومية الكلام توجهي لاختصاصي في تقويم الكلام واللغة، لانه في فرق بين الخطة العلاجية اني يعني انا عم استهدف الاصوات النطق، وبين ان اذا كانت مشكلة نطق، وفي خلق في اختلاف اذا انا عم بوجه خطة علاجية للموضوع الوعي الفونولوجي. نعم استاذة ولاء، بس كمان في استفسار احيانا بنسمعه شائع، بيكون الام او الاب عندهم مشكلة هن مثلا بحرف من الاحرف بيقرطوا بحرف معين، فبيقولوا انه الطفل ما عنده هاي المشكلة اللي هي مثلا مشكلة باللسان أو بالتم، فبيطلع الطفل عم يقرط مع أنه هو قادر يقول الحرف الصحيح. هون شو الحل؟ هل الحل هو تمرينات معينة بس يكون مو الأب أو الأم طبعا اللي عنده المشكلة هو اللي يقوم بهذا الشيء مع الطفل؟ هي واحدة بنسميها إحنا الاضطرابات النطقية، أنه الطفل أخذها كناحية وظيفية، أنه هو سمعة وتخزنت عنده، وهذا برجع بنحكي الوعي الفونولوجي انه نحن نظام الصوتي عنده تخزن عنده بطريقه خطا، فهو اضطر ينتج بطريقه خطا. بس اذا بنحكي عن كفاءه جهاز النطق هو قادر ينطق مثل حرف الراء، صوت الراء هو بيحسن ينطقه، اداء الحركه عنده سليم، بس هو تخزن عنده بطريقه خطا. فلما نجي نحن طبعا في جلسات مباشره حتى للاعمار الكبيره اليوم كثير بنشوف انه هن بيروحوا على اماكن مهنيه بدهم يتوظفوا، فبيلاقوا انه مثلا عندهم بيكون بطبيعه الشيء اللي نبدا مثلا مثل الشيء الاعلامي انه ممنوع انه يكون عندهم اصوات ما بتطلع بطريقه صحيحه، فهو بتروح مثلا المجال المهني فهم بيلجؤوا لانه يصححوا الصوت اللي هن عندهم فيه خلل. فهذا بالتدريبات والتمارين ولحتى يتخزن بالدماغ ويرجع يعطي اليه حركيه لاعضاء النطق لحتى يصير ينجو بطريقه صح. هدول الشغلات نحن دائما بنفضل بالعمر الصغير، اذا لاحظوا الاهل انه الطفل مكتسبه منهم بطريقه نطقه خطا لازم يكون من عمر صغير، افضل ما يصير بعمر كبير لانه صعب، لانه انت تمام رسمتي للدماغ طريقه وتخطيط حركي لهذا الصوت، فهو اجباري حيرجي يحكيها بهي الطريقه، فاكيد حتاخذ وقتها لحتى نرجع نعطي اليه عمل النطق بمخطط جديد وبطريقه جديده سمعه هو وخزنه. طيب خلينا نحكي باي مرحله فينا نقول الطفل بيقدر يكتسب كل الاحرف وينطقها بشكل سليم وصحيح تقريبا، لحتى الام مثلا ما تقول انه انا ابني عنده مشكله. نحن مثل ما قلنا خلال حديثنا في مراحل اساسا لاكتساب الاصوات، الطفل تقريبا للسبع سنين وثمان سنين بده يكون اكتسب كل الاصوات، بس كمفهوميه كلام المفروض من ثلاث سنين تبلش عندنا مفهوميه الكلام. مفهوميه الكلام مرتبطه بموضوع الوعي الفونولوجي والعمليات الفونولوجيه، اما بعض الاصوات اللي ما انا صحيحه هي بتضل احنا معنا على عمر تقريبا من يعني 7 سنين 8 سنين من سن دخول المدرسه ليبلش خصوصي يتعرض له اكثر. هلا مثل في عنا صوت الطا ممكن الاهل بالبيت ما يستخدموه كثير، فالطفل ما خزنه فما انتجه، نجي لبعدين للمدرسه بلش يتعامل فيه اثناء عمليه الدراسه بالقراءه وهيك، فبنلاقيه اكتسبه مع انه كان مثلا ما يحكي او ما ينطقه. تمام، فهي الموضوع لحتى نحن تقريبا بيكتمل النظام الصوتي عنده ل7 سنين تقريبا، وفي اطفال ل8 سنين. بس نحن برجع بركز على المفهوميه، دائما نحن اختصاصيين النطق بهمنا موضوع مفهوميه الكلام، طالما عندي مفهوميه الكلام ضعيفه فانا عندي مشكله كثير اكبر. شفنا نحن بنشوف كنا بالعائله كثير عوائل حوالينا مثلا بيلدغ بالاحرف، اذا كان عنده جهاز النطق سليم هي وراثه بتكون، ولا كمان في عنده اساسا مشكله بتخزين الصوت له؟ اكيد هلا هو بتخزين كيف اخذ الصوت، ما نحن بنرجع بنقول كيف تخزن الصوت، هو بيشوف حتى لو كان بيعمل كبير
شيء هو بالاساس اذا مخزن الصوت غلط وطالما عنده النطق جهاز كفاءه النطق موجود وهو مخزن بطريقه ما هو نحن كيف بنحكي نحن بناخذ اليه السماع وكيف عمليه تحريك اعضاء النطق ومنخزنها لما انا بدي اخزن يعني كموديلنج قدامه غلط الموديل اللي عم يعطيه الصوت خطا فهو حيتخزن عنده خطا فبالنظام الصوتي عنده تخزن الصوت بهي الطريقه تمام فالموضوع حتى نحن اليوم لما نقول للام كيف تعلم ابنها الحرف اللي بده يحكي والصوت اللي بده يحكي بنقولها كوني قدامه ما مو بس يسمعه منك هو المفروض يشوف عضلات النطق اعضاء النطق كيف عم تنتج هذا الصوت لحتى هو يخزنه لحتى يشوف كيف عملت العمليه وكيف انا سمعته وبعدين نزل بالنظام الصوتي عندي وبعدين بلش بستخدمه طيب استاذه ولا كمان هلا صرنا نشوف كثير حالات مع التطور اللي نحن موجودين فيه وطبعا انه كل عائله تحب انه ابنها يكتسب لغات ثانيه صح بنعرف انه في اكثر من لغه هلا صار عم يتعلموها الاطفال من عمر مبكر وبعض هاي اللغات اساسا في طريقه لنطق الحروف تختلف تماما عن طريقه اللغه العربيه فبيصير الطفل وهو لساته بعمر الخمس سنين او حتى اصغر بينادي الاشياء بلغه اجنبيه ليست اللغه الام اللي هي اللغه صح. العربيه فبيصير صعب كتير انه يرجع يتعلم الاحرف يعني مثل ما قلتي حرف الطه مو الكل بي تماما علما انه مثلا الطاوله بالبيت هي بحرف الطه بس بيصيروا بيعلموا اياها باللغه الاجنبيه او باللغه تمام. الفرنسيه فشو الطريقه اللي انا اقدر وازن فيها علمه اللغه الام الاساسيه العربيه اللي هو بعدين رح تصير هي الماده الاساسيه عنده صح. بكل سنوات حياته مثل ما قلتي اللغه العربيه هي من اصعب اللغات حتى بموضوع النطق تمام فنحن انا بشوف شخصيا انه الشخص اللي بيحكي بلغه عربيه فهو سهل عليه كل نطق الاصوات الثانيه طالما اكتسب النطق اللغة العربية فهو سهل على حاله كل الأصوات فالأم لازم تركز على أنه الطفل يتعلم فعلا الأصوات اللي هي مفخمة نحن بنسميها باللغة العربية أنه لازم يكتسبها ويتعلمها تماما فهي بتحتاج صعبة. اهتزاز للأحبال الصوتية ولحتى يعطيها صفة التفخيم ولا شيء أولى دائما بنشوف اللي عم يتعرضوا للغة الثانية فهن عم يعملوا اللي هي العملية الفينولوجية تحويل الصوت المجهور لصوت مهموس أو الصوت اللي بده اهتزاز لصوت غير يعني ما في اهتزاز أحبال صوتية فعم نشوف كلامه كمان في خلل فلا أنا بفضل إنه دائما من البداية إذا بدنا نتعرض للغتين نتعرض للغة العربية طالما تعرضنا للغة العربية نحن صرنا بالنطق السليم وبعدين يأخذ اللغة الثانية أما يكون العكس فأنا تأثر عندي موضوع النطق وأثرت على كل الأصوات الثانية اللي هو بده يكتب ويقرأ فيها طيب خلينا نعطي بعض النصائح لكل الأمهات اللي عم يتابعونا خصوصا اللي عند الطفل الأول هي بتلاقيها نوعا ما قلقة من هي التفاصيل إذا كان عنده اضطراب بالنطق أو ما عم يقدر يلفظ الأحرف أو بتقلك ابني تأخر بالكلام اللي عنده هيك مشكلة بالبداية خلي بعض النصائح اللي بتسهل عليها هيك أمور يعني حكينا كتير نقط مهمة وركزنا عليها آلية اللفظ كيف فعليا نكتسب الصوت كيف فينا ندرب الطفل فعليا ليكتسبه مع مرور الوقت نحن اليوم نقول لكل أم أنه هي حابة تدرب ابنها بالبيت ولاحظت هي حتى الأم بتكون أول حدا بيحس أنه إذا ابنها عنده مشكلة وهي يعني المؤشر له أنه لحتى تخليه يتابع بهذا الموضوع ففي أكثر من طريقة ممكن هي أنه تعطي طريقة وهو يقلدها تمام او انا اللي بفضلها انه لما الام تشوف ابنها مثلا عم يخطا بطريقه نطقه للصوت تقعد قدامه وتفرجيه مكان انتاج الصوت والطريقه اللي انا عم بنتج فيها الصوت طالما الطفل صار عنده وعي للمكان اللي عم يطلع منه هذا الحرف والطريقه اللي انا عم بعطي فيها مثلا مثل الصوت الما تمام كيف انا عم ضم الشفاه فهو عم يقلد صوت الب هو صوت انفجاري فانا عم اقول له الطريقه انه انا بعطي الهواء كثير فانت بدك تعمل مثلي تمام بدك تطبق شفايفك لحتى تعطي صوت انفجاري فهو صار يعرف الاليه وانا هي بفضلها اكثر من انه انا خلي الطفل يقلد بدون ما يفهم شو عم يعمل لازم يعرف موقع اصدار الصوت وطريقه انتاج هذا الصوت نعم تمام. أكيد حكينا معك عن مواضيع ونقاط كتير مهمة يا رب نكون قدمنا المعلومة المفيدة لكل الأمهات نتشكرك أكيد على وجودك معنا شكرا لكم شكرا لك ولوجودك معنا شكرا.